ايه الاخبار يا جماعه؟ النهارده الفيديو مختلف تماما عن اي فيديو عملناه على القناه. ليه بقى؟ لان النهارده هنقارن ما بين اربع ماركات من ماركات الملابس الداخليه في مصر الاكثر شهره، وهوريكم حاجه واحده بس جبت منها من كل ماركه عشان نقدر نعرف ايه الماركه الاحسن بالنسبه للسعر والخامه وكمان المقاس، لاني خدت بالي ان في اختلاف في المقاسات رهيب، على الرغم من اني جايبه كل المقاسات لارج. فلو انتم مهتمين كمان معايا الفيديو الاخر، ويلا بينا نبدا. النهارده هنقارن ما بين اربع انواع، وهما كوتونيل والامبراطور، وكمان كنت عايزه اجيب سفير بس ما لقيتهوش، فاللي في المحل قال لي ان جيرو هو البديل لسفير فجبته، وعثمان. فاول حاجه هنبدا بيها خالص هي الامبراطور، وزي ما قلت لكم ان انا جايبه الشورت الابيض القطن الرجالي والمقاس بتاعه لارج، وكمان جبت الفانيلا بتاعته. الامبراطور الشورت بتاعه كان عامل 50 جنيه، وكمان الفانيلا القطن في الامبراطور جبتها بنص كم كانت برضو عاملة 50 جنيه، والراجل في المحل قال لي ان هو بيبيع بالاسعار القديمة عشان كده الصيف قرب يخلص، وهو بيبيع باسعار زمان عشان كنوع من انواع السيل يعني. فيلا بينا نفتح الشورت ونشوف شكله عامل ازاي وخامته كمان عاملة ازاي. بص يا جماعه، اول ما فتحته هو حلو جدا، والقطن بتاعه ناعم والتقفيل بتاعه حلو جدا، مفيش مثلا السرفله بتاعته بايظه او حاجه، فكان حلو جدا والقطن ناعم قوي. فكمان خليني احطه لكم عشان اوريكم الخامه بتاعته. زي ما قلت لكم ده مقاسه لارج وكان ب 50 جنيه، بدل تقريبا 57 او 60 حاجه زي كده، مش فاكره هو الراجل قال لي ايه الصراحه. طبعا اللي ما يعرفش، اكيد الحاجات دي كلها مصنوعه في مصر 100% قطن، وزي ما انتم شايفين دلوقتي بصوا النسيج بتاعه باين شكله حلو جدا، ويعني زي ما انتم شايفين قطن 100% وحاجه حلوه جدا. يلا بقى اي حد كان عايز يشتري يشوف الماركات اللي في السوق، ايه اللي هيعجبه ايه اللي مش هيعجبه ويروح يشتري. يلا بقى نشوف الفانيلا بتاعته عامله ازاي. اول طبعا ما بتفتحوها بتلاقوها متطبقه زي ما انتم عارفين، وبيبقى جواها شبه كرتونه كده، وده شكلها كويسه برضو، نفس الخامه بتاعه الشورت وناعمه، التقفيل بتاعها حلو وكمان السرفله بتاعتها حلوه، فيعني حاجه كويسه. وبرضو زي ما قلت لكم ان دي كانت مقاسها لارج وكانت ب 50 جنيه بدل نفس الموضوع 57. دلوقتي هنروح للماركه بتاعه جيرو، ودي كنت اول مره تقريبا اسمع عنها خالص، وبرضو جبت منها الشورت الابيض القطن اللي هو بيبقى واسع ده، وكمان جبت الفانيلا، بس المرة دي جبت الفانيلا الكات بتاعتها، وكان عامل مش هتصدقوا 39 جنيه، فهو فرق رهيب في السعر الصراحة. واللي في المحل قال لي ان هي خامتها حلوة جدا وممتازة، دي الفانيلا كمان زي ما قلتلكوا اهي. فجبت زي ما قلتلكوا الفانيلا وجبت الشورت، وده شكل الفانيلا، وشكل كمان التغليف بتاعها حلو جدا، يعني حاجة حلوة، يعني حاجة باين عليها قيمة على الرغم من ما سمعتش عنها قبل كده بصراحة. والفانيلا برضو ب 39 جنيه زي الشورت بالظبط. فخلينا بقى نفتحهم ووريكو شكلهم عامل ازاي. بصوا اول ما فتحت الشورت بصراحة اصطدمت، الخامة عجبتني بطريقة مش طبيعية يعني فظيعة. بصوا كمان التضليعة اللي فيها باينة جدا حلوة قوي، بصوا التقفيل، يعني ما كنتش مصدقة ان حاجة بالسعر ده واول مرة اسمع عنها وفعلا تطلع حلوة قوي كده بصراحة يعني، وكمان سعرها خطير. ودي الفانيلا بتاعتها حلوة جدا. دلوقتي بقى هنبتدي نروح لكوتونيل ونشوف الأسعار وكمان نشوف الخامة عاملة ايه. زي ما قلتلكوا برضو جبت منها الشورت الأبيض الواسع وجبت الفانيلا الكات برضو من كوتونيل عشان نعرف نقارن كويس. كوتونيل كان الشورت ب 57 جنيه أو 54 جنيه، وكانت الفانيلا بنفس السعر تقريبا، وهم كانوا عاملين سيل، فالاتنين خدتهم ب 106 جنيه. كده كده انا هكتب لكم الاسعار في الاخر بالظبط. فخلينا بقى نفتح كوتونيل ونشوف ايه الفرق ما بينها وما بين باقي الحاجات اللي احنا فتحناها. اول ما فتحت كوتونيل خدت بالي ان الشورت بتاعه المقاس بتاعه كمان اصغر من جيرو، لكن نفس المقاس مع الامبراطور، يعني مقاس اللارج في الامبراطور وكوتونيل قد بعض بالظبط، انما جيرو اوسع سنه. بص طبعا احنا عارفين اهو تقفيل الكوتونيل كويس جدا وحلو، كمان القطن بتاعه ناعم، واللي خدت بالي منه ان في جيرو القطن بتاعه اتقل شويه من كوتونيل، وبصراحه خامته خطيره، والقطن في كوتونيل هو هو القطن في الامبراطور. ودي الفانيلا بتاعت كوتونيل اهي،
هي برضو نفس الخامة، القطن ناعم وخفيف حلوة جدا. وبصراحة القطن اللي في كوتونيل هو القطن اللي في امبراطور، ما يمكن ما فيش فرق خالص يعني، ما حسيتش بفرق. دلوقتي بقى وصلنا لآخر حاجة وهي عثمان. جبت بقى الشورت بتاعه، المفروض انه كنت قايلة بيبيع هناك انا عايزة لارج، بس هو قال لي حاجة بقى، قال لي ان عثمان المقاسة بتاعته كبيرة، فما وراني اللارج اصطدمت الصراحة، فقلت له طب خلاص انا عايزة ميديوم. فجبت الشورت القطن من عثمان ميديوم، وهوريكوا بقى حاجة مش هتصدقوها الصراحة. اول ما فتحت عثمان اصطدمت من المنظر، لان الميديوم بتاعه طلع اوسع من كل الماركات اللي انا جبتها، وهي اصلا المفروض لارج، فكان حاجة فظيعة يعني. اللي عايز يشتري من عثمان وهو بيشتري خلي باله، عشان مقاسات عثمان واسعة جدا، لما الميديوم اوسع من كل اللارج ده، فتخيلوا اللارج كان ممكن يبقى عامل زي، كان ممكن ياخد الحيطة كلها. فدلوقتي اصلا كده كده هعلق لكم كل الشروط دي على الحيطة، عشان نعرف نقارن في المقاسات وتبقى باينة قدامكم جدا. وعثمان كنت جايبة الشورت ده ب30 جنيه. بالنسبة بقى للقطن بتاعه الصراحة برضو يا جماعة حلو جدا جدا جدا. هو فيه بس شوية حاجات بسيطة في السرفلة كده، بتلاقوا مثلا خيط طالع بتاع، بس بصراحة القطن بتاعه حلو، والقطن بتاعه اتقل من كوتونيل والامبراطور، بس بصراحة كجودة كويسة جدا، و سعر 30 جنيه مناسب جدا جدا جدا، فالميزانيته قليله ممكن يقدر يجيب عثمان وهو مرتاح. حبيت احط لكم الفرق ما بين عثمان والامبراطور عشان تتفرجوا على فرق المقاس الشاسع. زي ما انتم شايفين قدامكم الامبراطور هو اللي قدام وعثمان هو اللي ورا، وكمان تقريبا في فرق في الالوان زي ما انتم شايفين كده. فبصوا هنا تحسوا ان الامبراطور بتاعه انعم سنه في القطن، وقطن عثمان تحسوا ان هو اتقل مسك نفسه. دلوقتي بقى هنعلقهم كلهم على الحيطة، هلزقتهم بلزق كده عشان نعرف نقارن براحتنا، وتشوفوا المقاسات قدام عينيكو وتشوفوا الفرق. زي ما قلتلكو التلاتة الامبراطور وكوتونيل وجيرو، التلاتة لارج وعثمان هو الوحيد الميديوم. الصراحة القطن بتاعهم كلهم قريب من بعض 100% قطن، عشان صناعة مصرية. المفضل بالنسبة لي وايه بصراحة اللي انا لو هنزل اشتري تاني هنزل اشتري منه، اول حاجة خالص هو جيرو، عجبني بطريقة مش طبيعية بجد يا جماعة، جربوه على الرغم انه هو انا اول مرة اسمع عنه، بس بجد خطير. بعد كده هيجي الامبراطور وكوتونيل، الاثنين زي بعض بالظبط في نفس الترتيب، وبعد كده عثمان، مش عشان اي حاجة غير بس اني محبتش السرفلة قوي وخلاص كده، مش عشان اي حاجة تاني. كده نكون قدرنا نقارن بين اغلب الماركات اللي في السوق اللي بتبيع ملابس داخلية للرجال، لأي حد مثلا مش من مصر أو حاجة وعايز يعرف إيه الماركات الكويسة جدا في مصر يقدر يتفرج على الفيديو ده، ياريت تبعتهوله. وبكده أكون خلصت الفيديو النهاردة. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس الإشعارات عشان أول ما نزل فيديو جديد يوصلكم بسرعة وتشوفوه على طول. شير مع أصحابكم المهتمين بالحاجات اللي زي دي، سيبولنا تعليق هل الفيديو النهاردة عجبكم وقفتكم ولا لأ، وسلام.